حليب الأم هو أغلى هدية ممكن أن تقدمها الأم لمولودها لضمان صحته ونموه بشكل سليم. على الرغم من كل التقنيات اللي ابتكرتها شركات تصنيع حليب الأطفال للوصول إلى تركيبة شبيهة بحليب الأم، لكن ما يزال حليب الأم هو الحليب المثالي لنمو الطفل بدنياً ونفسياً. حليب الأم هو هبة الخالق إلك والمولودك، فبإمكانك أن تمنحين طفلك هذه الهبة أو أن تحرميه منه. القرار قرارك.